النور والزهور والسرور على الحبايب ديالي، كصبحتوا لاباس عليكم؟ صحتكم؟ كلشي مزيان؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. صباح الخير مع نص النهار. يلا وجدنا الفطور، مشينا جبنا الخبز، شنو اخر؟ وجدنا الفطور رائع نشارك معكم. نبداو البدا. فين درتوا الخبز؟ قلت الخبز شفت والو. سيروا جيبوا الخبز، كاين الخبز ولكن ما جبتوش كامل. المهم نشارك معكم نهاري، نبدا ان شاء الله البدايه من الصباح، من فطوره الصباح نشارك معكم نهارنا شنو غنديروا فيه. واش المهم واش الغدا في الدار ولا برا، ولا نكونوا معروضين ولا نعرضوا عندنا، ولا الله اعلم. الله يدير لي فيه الخير وصافي. عجبتني حسيمه ايوه في الصباح قال لي ماما علاش ما تكونش عندنا شي دار هنا. قلت له ان شاء الله لي مالا. المهم نطلب معكم الكاميرا. فطورنا هذه ما يمكنش تكون الطبله ديالي ما تحضرش فيها. البيض درته اختي في قليتيه في الماء ياك. ايوا درنا هذا شلاضه مطيشه. المهم كلشي صحي على هاد الجهه هاد. زدنا الزيتون بلاتي ندير فلاش. ها انتم كلشي صحي، الخيار، التفاح، الشهديه، الفراس، البطيخ، العنب. درت واحد جوج نصوصه ديال الليمون اللي بغى يعصر اللي بغى. المهم الزيتون والفرماج، البيض وأتاي. بصحة فطوركم. السلام عليكم شبيب ديالي، كي دايرين؟ قبيلة دابا الصراحة كنت قلت لكم نشارك معكم الغدا، حنا فيه طول وعرض. نسينا والله القسم إلا نسينا، حتى بدينا في الماكلة عاد قلت غادي نصور، قلت صافي معليش دابا راها العشية. شي هبط فين عمر؟ إيوا خلع عليا. شي غادي شي جاي شي. المهم خليكم معنا ان شاء الله هاد النهار، نشارككم معكم واحد بلاصه هنا في مدينه الحسيمه زوينه بحال وجهكم. يلا خليكم معنا الفيديو ديالك. هادي غير البدايه. يلا نوض دانيتا والله يرا السن قالو ناقص ديوينات اطيحوا لتحت قالا ماخش قال حسيمه. جيب يدك جيبي نقطعو ابريل توضى ما يصغر كيف. المهم هبطنا على الطريق ديال ميناطور، جينا من هنايا وهبطنا في هاد البلاصه هادي. الحسيمه سبحان الله الطريق اللي غتدي كيديك للبحر. ياسمين كتجري في ستوب الله في كتقطع الطريق، والله الا عندها الحق. هادشي كيخوف الطرقان، ما تعرفيش شكون اللي كيطلع ولا اللي كيهبط. لا ما غاديش نطلق منك. المهم وهاد البلاصه هادي كنت حضرت انا واحد العرس واحد المره سميتها ميلا بالاس. هاد البلاصه هنايا كاين كافي ريستورو، يمكن فيه فيه القاعة، يمكن فيه اوتيل والله ما نعرف. المهم اللي عرف طورة شاركته معاكم. وهنا كاين لاباختوموت، بلاصة زوينة الصراحة، من البحر الجردة هنا انوصل لهي. المهم نهار مازال مجبد ان شاء الله، غادي نشارك معكم شعال من حاجة. خليكم معايا حبيب ديالي. هنايا ما شاء الله كلشي خضر، الكازو دايرين هنا الربيع. ما غاديش يجيكم التصوير مزيان حيت الشميشة، غروب ديال الشمس، غروب والشمس، الطريق كيطلع من البحر، الكورنيش صبادية كيطلع الفوق، كاين الرومبوا هنا. الناس كيجلسوا هنا الجرده. المهم زوينه كاينه اختي اللي هي كتصور بناتها بطول تحت. كاين هنا العمارات فيهم لاباخ، نعرف شنو سميتها نسيت، كي مسمين يا واحد سميه والله الا نسيت. تسمو حلقي بدل ليا الصوت الما بارد. ايوه
الصراحه رائع رائع رائع. شنو سميتهم هاد لي زوبارتومون؟ عندهم واحد السميه نسيت، ما تكليكيش على الاخر باش يتسمع الصوت. انا عندهم واحد السميه نسيت الصراحه، عندهم هنا بلاصه رائعه. لا لي زوبارتومون عندهم واحد السميه نسيت، لا لا عندهم واحد السميه ولكن نسيت، ديروه غير في انترنيت الى المهم نقلب على سميتها ونخليها لكم. الغروب ما شاء الله، غروب الشمس في البحر مباشرة من الحسيمة. شوفوا فين وصلنا ما شاء الله، البحر حدانا وحنا الفوق. بلاتي اي بلاتي، غروب الشمس. شوفوا هنا في الاكا ياسمين شدي لي هذي. شوف حنا فوق البحر، سبحان الله منظر رائع الصراحة. ده هو كورنيش الحسيمة. صافي غي المهم بدا الغروب الشمس بدا كيعمر. على الهبطة نهبطو فيها. الله الله الدروج يا الأيوب، الناس طالعين من البحر. ايق دجاجة. ها انتم منين هبطنا بعد العناء طويل، هبطنا من الفوق لهنايا. ثم احنا فين جينا؟ انفاس ايمن جيت بارك. سميتها ايمن جيت بارك. ايوا هي هذيك. الجو جميل هذا اليوم، ما بغيتش نشد الناس ولكن بلاصه ما شاء الله عامره بالناس فين ما مشيتو. كاع طلعنا هاد الطريق على قلوبنا، حنا في صباديه في الحسيمه. الصراحه ماشي زعما الطريق صعيبه، جات على البحر. اختي وبناتي راهم اللور مازال، انا معايا ياسمين وايوب، حنا مكملين الطريق فين ما مشينا ان شاء الله انتم معنا. يلا ايوب.
مساء الخير، مساء النور والسرور والزهور وليا. ما شاء الله شعلت مشينا هاد النهار بحال البارح بحال اليوم. تمشينا والله العظيم الى شان نقول لكم. عرفت يمكن فيديو ما كاملش، غدا نكمل لكم الا كان كمل هو هذاك، الا ما كانش كمل الغدا ان شاء الله. عرفتوا شعلت مشينا ما شاء الله، ملي صلينا العصر وحنا غاديين شحال الساعه 11 ونص 12 قل. يلا نخليكم الحبايب ديالي، الا كان كمل الفيديو هو هذاك ما كانش كمل. قبيله في السهره في الساحه ديال الشهداء، ماشي مشينا للسهره ما نخدمش عليكم، دزنا غير الطريق وحصلنا ما شاء الله شعد البشر. حنا دزنا ديريكت، كانت يلا بدات السهره، تبدا يمكن مع 10 ياك بحال هكاك، ودزنا غير الطريق. هادشي اللي كاين. ايوا صافي حبيب ديالي، الا كان كمل الفيديو هنا نقول لكم سلامه، ما كانش كمل غدا نكمل معكم. يلا الله يصبحكم على خير. السلام عليكم حبايب ديالي، كي دايرين من البارح لدابا؟ لقيت فيديو ما كاملش البارح، هاد النهار صراحه ما صورتش معكم. البارح درنا الفطور والغدا في الدار، شفتوا ما شاركنا معكم والو. ملي كتكون عائله مجموعه الصراحه كلشي كيتلف. خرجنا داك العشيه الصراحه ما شاركتش معكم العشيه كامله، المهم واحد شويه شويه بعدا بزاف ديال المتتبعات كيقولوا لي شاركي معنا فين كليتي، شعل باش كليتي. داك النهار كليت في حي الصناعي، حي الصناعي فين جاج على الطريق ديال سوق ميناضور. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش فين سوق ميناضور، قبل ما توصل تكون حدا المرجان كاين واحد الطريق ان شاء الله. المهم ملي ندوز ندي داك الطريق اكيد نشارك معكم. وكاين رشيد بوكاديو ولا السندويتش، حتى حنا كنقولوا بوكاديو. رشيد جا في المدينه ان شاء الله، دابا نمشيو حنا سيمانه وحنا هنا في الحسيمه. يلا كلينا مره واحده عند رشيد الصراحه اللي كيجي الحسيمه. اش غنقول لكم، داك السندويتش ما يعرف حقه غير اللي ذوقه. ان شاء الله الا مشينا دابا تما غادي نشارك معكم بلاصه بالضبط فين جات. اكيد انا كنبغي نستافد ونفيد ونستافد كما كيقولوا. ما نعرف على من سولتوني شي حاجه اخرى عاوتاني، واخا مشاهده ناعسه في هذه الايامات راه ما شاء الله. انا ملي كنخرج على برا كنشوف الكميه ديال الناس ما شاء الله، كنقول شكون اللي كيتفرج عاد في يوتيوب. ولكن بزاف من الاخوان ديالنا رجعوا، راهم في الطريق، طريق السلامه ان شاء الله، الله يوصلهم على خير. بزاف اللي كيجمعوا حوايجهم، بزاف اللي وصلوا لديورهم على سلامتهم. مره الجايه ان شاء الله العام الجاي راه العوام كيطيروا، شهر فيه سيمانه، عام فيه شهر، كلشي كيطير سبحان الله. على من سولتوني شي حاجه اخرى ما شاء الله، شكرا معدل المتتبعات اللي كنتلاقى معاهم، الف الف شكر. الناس اللي كيحبوا بيا، الناس اللي كيقولوا لي نتلاقاو، الناس اللي كيقولوا لي تجي عندنا، والله القسم الى كلامكم حلو. شكرا على الترحاب ديالكم، واخا انا بنت الحسيمه الناس كيرحبوا بيا. دابا قولي لي انت كنتي بنت الحسيمه دابا وليتي في الناطور. المهم كلشي بحال بحال، حنا خارجين تشوف واحد الكرسي. المهم لقينا هنا في الدار، الدار قديمه ولكن فنه فنه، والله القسم الى شي حاجه قديمه كتكون فنه. خليكم معنا ان شاء الله نشارك معكم. دابا غادي نمشي ندير السندويتش من عند رشيد، نوريكم بلاصه بالضبط فين جات سد المعمر، فين جات بالضبط وشنو غنوريكم عاود. المهم فين ما مشينا نتوما معنا. الا كملت الفيديو هنايا غادي نصور في قناتي بالريفيه، ما تمشيو فين، ما تنساونيش من لايك. ما خارجين اجبوك ايوب. لا لا ما تحاديش، اوا حوا راه ناعس حتى ولو العنب. بناتي واختي انا والكتكوت قريب نوصلوا ان شاء الله. هاد النهار خرجنا شويه بكري زعما، وصلنا لرشيد بوكاديو، شديت النمره 73 73. تجي من غانك ماني وض فين وصل النمره؟ سميت الزنقه شنو قال لينا؟ الزنقة ولا الشارع؟ الشارع حجرات النكور، حجرات النكور. غادي نقلب معكم الكاميرا تشوفوا بلاصة بالضبط فين، قريبة الباركي ديال الساحة ديال بوكاديو اللي كيدير بوكاديو. ها ساحة الشهداء ولا حنا كنقولوا باركي الساحة ولا المهم.
فين كيديروا السهره، فين كاينين هاد الشجار هنايا في هاد البلاصه. وهنا كاين المهم انتما شفتوا ما درناش لا يزيد واحد زايد. رقم واحد بيت كورنيش بزيد شو اسمك عاود؟ مايونيز كيتشوب تيقص ودير كورنيش. عملية الشحن بسم الله على بركة الله ينطلق العدد. ايوا هانتوما 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 يا حبابي ويا ديال من رقم واحد ديال من رقم جوج. واحد هذا ما فيهش مطيشة ياك لا هيا شي كياكل بصلة شي ما كياكلش مطيشة شي كياكل كل شي شي ما شي شي ما شي شي. فين رقم جوج؟ كتبتي فيها كونتر انا كنحيد الفريد كنحطها هنايا باش هذا نتصنط له مزيان. يا الجوع هذا فيه شلاطة راس تالي. لا بدا فكري بدا قطع فكري ما تقطعش دابا لا. شر سخون عاد ما شاء الله عند فكري. ريستورو سميتو المهم فيه كافي ريستورو غنخرج ان شاء الله ونوريكم السميه. سخون ايوب سخون شكرا الله يحفظك. هاي هاي كلشي طري ما شاء الله. هاد الزو غادي يسمد شويه. الحبايب ديالي مطعم مبروك كيديروا الكرعين كيديروا كلشي. المهم تشرو هنايا كلشي هانتوما بلاصه فين كاينه. الشارع سميتو الشارع الزنقة ولا الشارع العلويين فين كاين داك مطعم مقهى مبروك كيديروا تما الكرعين الحمص الروز المهم كلشي كاين شويه ديال الدجاج شرو اتاي قهوه العصير ديال التين. خرجنا دزنا في السوق حسيمه الصغيره كلشي فيها قريب. ديالي وصلنا لنهاية الفيديو نتمنى فيديو ينال اعجابكم. تنتم ما تبخلوش عليا بلي لايك تعليق ديالكم اللي كيفرحوني زوينين بحالكم. انا وصلنا لنهاية الفيديو سس ايو فين ملقى شي بنديل كيبدا يطبل. فيديو اخر ان شاء الله خليتكم في امان الله وحفظه.